مساء الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا الليلة أجواء غير مستقرة، متوقع أن يكون هناك بعض الأمطار الرعدية الليلة اللي راح تستمر معانا حتى فجر يوم السبت. السماء بشكل عام غائمة إلى غائمة جزئيا، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة العظمى ما بين 29 إلى 33 درجة مئوية، الصغرى راح تتفاوت ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية. الحين مشاهدينا نتعرف على الصغرى المتوقعة في مدينة الكويت، درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية شمالا في مزارع العبدلة 20 درجة مئوية، وجنوبا في مزارع الوفرة كذلك 20 درجة مئوية، أما في الجهرة 21 درجة مئوية، وفي منطقة السالمي لأنها تعتبر منطقة صحراوية فرح يكون فيها الإحساس في البرودة شوي ملحوظ، أما بالنسبة إلى الجزر الجنوبية 25 درجة مئوية، ورح نلاحظ أن الأجواء الليلة رح تكون غائمة جزئيا مع فرص لتساقط بعض الأمطار المتفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية، وبالنسبة للرياح فهي رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة إلى الطقس المتوقع غدا كذلك في مدينة الكويت العظمى 30 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبديلي 31 درجة مئوية جنوبا، في مزارع الوفرة 29 درجة مئوية، أما بالنسبة إلى مدينة الجهرة 32 درجة مئوية، وفي غرب البلاد في منطقة السالمي لأنها تعتبر منطقة صحراوية نفس ما قلت لكم درجة الحرارة فيها العظمى 32 درجة مئوية، أما بالنسبة إلى الجزر الجنوبية 27 درجة مئوية، وحالة البحر باكر بإذن الله، واليوم راح تكون من 3 إلى 6 قدم معتدل إلى عالي الموج، يعني ما أنصح أي أحد أنه يروح البحر ويمارس أي نشاط بحري. أما بالنسبة إلى الرياح فهي رياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. الحين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر ومواقيت الصلاة. بالنسبة مشاهدينا إلى حالة الطقس خلال الأربع أيام القادمة بإذن الله، في يوم السبت ويوم الأحد درجات الحرارة العظمى رح تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا، أما الصغرى رح تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، رح يكون في يوم السبت أمطار متفرقة، أما في يوم الأحد رح يكون الأجواء غائمة جزئيا مع استمرار في يوم الأحد مع الرياح الجنوبية الشرقية متقلبة الاتجاه إلى خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة إلى يوم الاثنين ويوم الثلاثة درجات الحرارة العظمى تتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية، والصغرى من 20 درجة مئوية، مع استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، والأجواء راح تكون غائمة جزئيا مع فرص لتساقط بعض الأمطار المتفرقة على بعض المناطق. الحين مشاهدينا راح أترككم مع درجات الحرارة في العواصم العالمية والعربية.